أصحاب السمو الشيوخ، أصحاب المعالي والسادة، السيدات والسادة، في هذا اليوم العظيم نحتفي جميعا بالتراث العريق والثقافة والقيم الأصيلة لدولتنا الحبيبة، دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم نتقدم بأسمى آيات الشكر لقادتنا على ما يقدمونه لبلادنا. اليوم نعبر عن فخرنا وعرفاننا لقواتنا المسلحة. اليوم نحتفي بالمستقبل المشرق الواعد لدولتنا، دولة الإمارات العربية المتحدة. Thank you.
من بلاد هي لا تشبه إلا نفسها، وبها ساد ولاة الأمر بالطيبة والحب وبالخير وبالعدل وبالفزعة للشعب صغيراً وكبير. نكتب الآن على الصفحة في التاريخ كنا هاهنا وحمينا أرضنا والماء شح، وحميناها وكان الفقر من أعدائنا، وافتديناها بأغلى ما يكون الافتداء بالعناء، والمال حتى بالدماء، كانت الدار بعينينا رمالا وبحارا وسماء، وتعايشنا برغم الفقر والجوع بحب وإخاء. فحباها الله بالقائد زايد وبإخوان له من كل حدب، تنشد الوحدة للقوة والعزة والخير لكل الشعب من بعد العناء. إن قلباً واحداً يجمعهم، إن شعباً واحداً يتبعهم، وكانت أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القوين سبعة كانوا وصاروا واحداً، سبعة كانوا وصاروا دولة كالمعجزات. إنها أرض الإمارات، الإمارات، الإمارات. تغيرت الحياة ولم يتغير أبناؤها إلا فيما يبرز الخير بمعدنهم الأصيل، فأقاموا وحدة شامخة من ركام المستحيل، هي قدرة الإنسان على صنع الحياة وإعمارها. لقد توحدت رؤية القيادة مع الإرادة الشعبية، فاتحدت القلوب وترابط المصير المشترك بين أبناء الإمارات، فقالوا نمد إلى الجميع يدا أجل من سبعة بلدا. لقد رسمت الصحراء ظمأها في وجوههم، ورسم البحر خوفه ورزقه في جباههم، فحفروا وثيقة انتمائهم على رمال هذه الأرض الطيبة، وكتبوا عهد ولائهم لقادتها العظماء المؤسسين، فأرسلوا رسالة المحبة والسلام والكرامة والإباء للعالم أجمع. إن الإمارات غابات يسورها أمن وخير، سلام، طيبة، كرم، فلا يظنن من في فأسه خبث، إن جاء محتطبا أن سوف يغتنم. ولكن الله سبحانه وتعالى أخذ بأيدينا وعملنا اللي عملناه والحمد لله. والآتين من الأبناء هم يشوفون هذه الأثر وهذا الطريق اللي متبع قبلهم، ومن واجبهم أنهم يطبقون نفس الشيء. حضرنا أو ما حضرنا، غبنا أو حضرنا، عليهم واجب أنهم يطبقون نفس الشيء في مسيرتهم في الأرض وللعباد وللتاريخ.
يصور هذا المشهد فتاة تواجه العواصف التي تمثل التحديات التي تواجه المنطقة، فيهب شباب الإمارات لنجدتها ورعايتها ويحتفون معها بالعطايا التي منحها الله لهم ويشاركون الخير مع العالم.
السيدات والسادة، رحبوا بأبناء وبنات الإمارات من القوات المسلحة بجميع فروعها البرية والبحرية والجوية وفرق الشرطة وأفراد الخدمة الوطنية. Yeah.
كل زلزال يا سيد اسود الليالي عواسك شان دارا ارخص الحال والمال واروى معاني الظفر من يواسك رجل تعلق فيها اكواك ومات رجل يموت ولا عليه النباسه والثيابي ينزل من الطيب منزال يقلط على فنجان عزه وساسك يا سيدي حنا حرابك على الضال جيش يجلي هبته قوة باسة والخالق اللي كلنا قلب ريال ضربات ناسك بالغريب وبراسة نطوي لك البيدا ونمسح لك جبال ونطوع اللي حامل الشر باسة ونقلص على وجه الردان ينقال من ذوق سلال الكبود ودماس بفعالنا ما هي عزاوي وطبال فعل الحليم اللي ملك القياسة في حضر من دول وعده ولا عاد وارجف قلوب مالية فانجاسة وارتز من فعلها للقيل والقال اهل الردا والبروة فساسة فسعاتنا
السادات والسادة، قسم الولاء. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي، منفذا لها في البر والبحر والجو، داخل البلاد وخارجها، والأوقات في كل الظروف والأوقات، وأن أضع نفسي ومواهبي في خدمة البلاد، حامياً علمها، حامياً علمها واستقلالها وسلامة أراضيها، معادياً من يعاديها، مسالماً من يسالمها، ما دمت حياً محافظاً على شرفي وسلاحي، لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد. يقول من خط المثل يبدا بذكر الله قبل، عازيه لو ما يا جسور ما بن بقلب وعقل صبيان كبار الشيا. يواب الله يواب، اليوم عيد بلادنا يسلم زعيما قعدنا، هذه رسوم امجادنا نهار ما لم الشمل صبيان يكبار الشيم. يواب الله يواب، خليفه الصرح المصان، داره وشعبه في امان، مذرى لدورات الزمان، تنعم تحت ظل دول صبيان يكبار الشيم. يواب الله يواب، امام للوحد زعيم، يرقى بناروس الزميم، حليم وحذر من الحليم، والحكم من ساس العدل صبيان يكبار الشيم. يواب الله يواب، لوه يرقد ما حكم، سهمه من كبار السهم، ركب الحكمة على الخشم، نهار ما مال الحمل صبيان يكبار الشيم. يواب الله يواب، راياتنا بيضات رف، على العهد ما نختلف،
فرقا بنادين وسلف وعزومنا ما تنفتل صبيان يكبار الشيم يواب الله يواب نوفي على شان البلد نحنا ذراها والعمد ما مات من خلف ولد والسلم جراه السهل صبيان يكبار الشيم يواب الله يواب انصد عن درب الملام نهار ما حق المشام ما نختفي خلف الكلام للقول وسدنا فعل صبيان يكبار الشيم يواب الله يواب سلام يا رجال الوطن في الدار واللي في اليمن ليه ما تدروا في المحن وسيوف زايد ما تكل صبيان يكبار الشيم يواب الله يواب خذهم على اليمنى وشوم أنصار للأرواح سوم ما ردهم غير الخشوم نصيح نسود الشيل صبيان يكبار الشيم يواب الله يواب شهيدنا روح فدا لبى إذا صاح الندى ما مات في دروب الردى وانطاب من طيب النسل صبيان يكبار الشيم يواب الله يواب واللي تمايل والنهب يفرح ويبشر بالشباب يوم المصادم والنشب والغيم من دخان ظل صبيان يكبار الشيم يواب الله يواب قدامهم سيف العرب سيف ميرب لي حرب بو خالد سناد العرب نثن المعاني للثقل صبيان يكبار الشيم يواب الله يواب عليها آمال الشعوب في السلم ولا في الحروب يفداها من كل محسوب في الأرض وين ما نزل صبيان يكبار الشيم يواب الله يواب من وحد زايد على حب الوطن درب الولا نوقف وقلنا للملالة عاش من شت الشمل صبيان يكبار الشيم في أوقات المحن والشدائد يهب أبناء الوطن لنجدته والدفاع عنه. قصيدة الشهيد البطل النقيب هادف بن حميد بن رحمه الشامسي التي كتبها قبل استشهاده فداء للوطن. يا وطن صبحك ربي بالبشاير يا وطن أبشرك لا زالت عزوم الرجال تشب نار أفعالهم نار تقادح من الخليج إلى عدن ونياتهم نصرة ضعيف جاربه ظلم وحصار. يا وطن أمرك علينا مثل ما رعد يدن وإحنا رجالك فعلنا برق لضا ومسة نهار ذخيرة في محزمك
نطوي على الراس الكفن، نرهي ولا نخشى المنايا لو على عد وحضار. شبر قبتك صعود وامن واسلم واعلن علن، اخوان شمال الشدايد يا الشهاده يا انتصار. فينا الفتى ذي بنعوى ادنى فعوله ما خفن، يحييك عزمه من قبل فعله وفعله ما يضار. يا وطن يا وطن يا وطن وصلوك منا خيرة وبلا كفن، رجال فازوا بالشهادة وسبقونا باقتدار. يا وطن طالبك تكفى لفهم بغلا حضن، بترابك اللي في شفوفه يرخص الدم ويثار. ويا وطن بلغ رسالة من على الجبهة لمن قدم عياله فدالك عالوعد عز النهار. ورسالة لم الشهيد وزوجته وبنته معا، والله انه حي باقي، والله انه حي باقي عند ربه لا ضرار. والله انه مقبل يضحك ولا هاب المحن، كبر وسمى ودبر للجنان وباختصار. افرحي به واكبري به يكبر بمثله وطن، وفي صباح العيد وفي صباح العيد رفي راية بلاده وقار، وخض بيمناك باسمه واكتبي عز الوطن. بالرجال نقيم دوله وبالرجال نصون دار، بالرجال نقيم دوله وبالرجال نصون دار. هادف بن حميد برحم الشامسي. أبشري يا أم الشهيد، لقد قدمت أغلى ما لديك للوطن، فنعم الأم أنت وخير من لبى النداء. وفخرا للوطن شهداؤنا البواسل صقور الإمارات، أنتم النور الذي يضيء سماءنا بحب الوطن. روح شهيد الوطن والمجد مضفنه، وصيت الشرف يتبعه والفخر نيشانه. لا دمعة العين تنصفني ولا الونة، جميعهن عند حزني ما لهن خانة. أبيح سد الدموع وأرجع أكنه، وانطاف طيفه بعيني هاج طوفانه. صقرا من صقور زايد والعلا فنه، يصمل على الكود والميدان ميدانه. وجدي وجدي على فقدي اللي في الحشا كنه، رمح ارتكز في الخفوق وهد ضلعانه. اللي من أدنات شي صيبها حنه، وازعل على شانه وأرضى على شانه. من ظن به ظن فخرا ما خلف ظنه، يفوق من فوق ظن الفخر رضوانه. يقدم على الحرب شنه من ورا شنه، غم على كبد عذاله وعدوانه. في عاصفة حزم وعزومه يغذنه، لب الندى والعدا ما هزت أركانه. يورد على النصر ولا يورد الجنة، وشعاره الدار محفوظة ومنصانة. ما يقبل الهين ولا يرتضي هنه، إلا بطيب الخبر يرد بيانه. والحق له بينه والنصر له بنه، لاحت بروقه وهلت غرة مزانه. صفحات الأيام مجده ما يوفنه، اللي بها سطر التاريخ عنوانه. وانا 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 افتخر به وماريبه وممتنه، واشف براسي صعودا به ونشوانه. عيالنا للوطن فدوى
بلى منا وارواحنا من عظيم الفخر مليانة، وارواحنا من عظيم الفخر مليانة. Thank you.
يما اليديل المستكنة غني على عذب الحون خلي يديلك ينشلنا وقفات قومن يفعلون قومن لهم في الحرب شنة من هالعدا ما يسلمون لا صار للبارود بنة ما فيهم اللي يردون صغيرهم قطع هنة وكبارهم ما يرحمون Yeah.
السيف يا حماي سله يفرق على متن الغيوم ما تلحقه في الوقت فله ما دام له في الجو كوم من تحت رايتنا نعله بالدم ولا روس قوم دام الوطن طاهر سجله طاريه يكسر له خشوم في ختام احتفالنا باليوم الوطني 44 والذي حمل عنوان دام عزك يا وطن، نتوجه للجميع بالشكر والتقدير والامتنان لتشريفنا الحفل، وفي مقدمتهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. وكل عام ودولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في خير وتقدم ورخاء ورفعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.